بعرف عليه. اه كمتر. بس بصوا بقى ما شاء الله حجمها هنا ايه، حجم عائلي مش حجم بس، طعمها طعمها وطعمها تحفه تحفه تحفه. سعرها كويس برضه على فكره. شوف اقول لكم هنا الدنيا قريبه من مصر. خلاص كده ولا عايز حاجه تاني؟ كفايه قوي كده. يلا على الكاشير روحي ادفعي بقى، روحي ادفعي. احنا اتفقنا انا ووفاء لما اكون هي عايزه حاجه تدفع ثمنها، ولما انا اكون عايز حاجه ابقى ادفع انا كمان. خلاص ادفع انت ثمن الكفته بقى، ما انت اللي عايز. اه ماشي ادفع ثمن الكفته. احنا السوبر ماركت تحت البيت على طول، جبنا حاجتنا 100 100. اكلتك بقى سهله النهارده، المفروض بقى ايه نفطر ساعه اذان المغرب. اه كل يوم بتفطرين العشاء. ليه ما انت لسه بتقولي رياضه مش رياضه؟ انا ما بقولش شايله انا ما بقولش. ماشي. ايه رايكم اعمل لكم بقى لف وفاء؟ لو نعمل والله العظيم لو وصل الفيديو ده ل 200,000 لايك لاعمل لكم مقلب يخليها بصوا تطير كده. طب ماشي وصلهم ل 200,000 لايك وانا هنشوف اللي هيعمل في الثاني. خليك قاعد. تعالي يا وفاء. انا عاقل. تعالي يا وفاء. لسه جنوني ما طلعش. بس هي بنت حلال ما تشتهيش. اخو عيطت؟ ما عيطش اكيد؟ فين الباب يا وفاء؟ فين الباب؟ تعالي. نسيت حبل الغسيل. ولا انا ما شفتوش اصلا. ظبطي حاجتك بقى، هتشتغلي في الكحك امتى؟ الكحك خليه بعد الفطار. براحتك. ممكن اعجنه قبل الفطار ويخمر بعد الفطار. براحتك. بس اعمل الفطار الاول. ماشي. انا كده مش عايز مني حاجه، خد لي ساعتين بقى وغطس بقى كده في السرير، يبقى كده 100 100. ماشي؟ عشان انا ايه؟ هصحيك قبل الفطار. اه. الساعتين دول انا بحب اخطفهم قبل المغرب. خلي بالك من امك لو عايزه حاجه ما تعمليش معاها، ما تصحينيش. ماشي. انا عايزك بقى ما تعملش وش عشان عايز انام. ماشي انام شويه ولا ما انامش؟ خليني صاحي. مع بقى انا جالي بقى تليفون دلوقتي خلى النوم يطير من عيني. الحمد لله الحمد لله جالي خبر حلو وقلت خلاص مش هنام. وش الساعه؟ اه الحمد لله. دايما الاخبار الحلوه دايما. الحمد لله علشان خاطر احنا في حاجه كبيره جدا بنعملها ان شاء الله هتشوفوها قريب باذن الله، يا قبل العيد يا بعد العيد. احنا مش عارفين كلها كبيره. اه احنا كل العمايل بتاعتنا عمايل كبيره. كبيره ماله بيعيط بيصوت.